كلمة وقرار كان من ورائها الخير الكثير الذي ما زلنا نعيش وننعم به إلى يومنا هذا. وربما تكون الكلمة قراراً يغير مشروع أمة ويغير تاريخ أمة. كلمة وقرار، وعالم من علماء الأمة سيبويه الذي خدم العربية أكثر من بعض أبنائها. نظر الشيخ بشير الشلاح إلى تلك البصاقة في كفه واستحضر خروجه من حظ نفسه، استحضر ما يرجوه عند الله تعالى من أجر عظيم، ومسح بيده لحيته، ثم قال لذلك الرجل، قال: هذه لي، فماذا ستعطي لله؟ الكلمة والقرار حالة يجب أن نفهمها، ويجب أن نعيشها، ويجب أن نتعلمها، يجب أن ننظر إلى تاريخ مضى وننظر إلى تلك الكلمات التي صنعت قراراً، كيف قيلت وكيف كانت تصيب الهدف في الرجل الذي توجه إليه. عظماء صنعوا تاريخاً ورجال يبنون الأمة. كلمة وقرار، الموسم الثاني مع الدكتور محمد شريف الصواف، يأتيكم بإذن الله من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.